الأخرى بدي أترك المجال للأستاذ نضال يوزع الكلمات على زملائي الموجودين على الطاولة. الموضوع اللي احنا يمكن تناولناه بالتقرير اليو بي آر يتعلق بالعمال المهاجرين والاتجار بالبشر والعمل الجبري. في قضية العمال المهاجرين طبعا احنا كتبنا تقريرنا من بعتنا تقريرنا بشهر 3، تقرير الحكومة النسخة اللي تبعتت إلنا تبعتت برمضان قبل إرسال التقرير بيوم واحد، بس لفت نظرنا إنه بتقرير الحكومة عيوني أوكي هيك كويس أوكي لفت نظرنا لفت نظرنا أنه أول إشي مكتوب بالتقرير الحكومي فيما يتعلق بحماية حقوق العمال الأجانب أنه رفع الحد الأدنى للأجور، والإشي المضحك في الموضوع أنه كان قرار رفع الحد الأدنى للأجور في استثناء للعمال الأجانب. ففي الوقت اللي التقرير الحكومة أصدق يعني ذكر موضوع رفع الأجور كنوع من أنواع الإنجازات، هو بحد ذاته كان انتهاك. رقم 2، للأسف الشديد أنه صار في تراجع فيما يتعلق بحقوق الإنسان وفيما يتعلق بالعمال الأجانب، وصار في تمييز بشكل واضح مش بس على صعيد الأجور كمان على صعيد الجنسيات. من ضمن التمييز الموجود التعديل أو للأسف الشديد التعليمات اللي صدرت سنة 2012 بمنع العمال المهاجرين المصريين تحديدا وليس كل العمال الأجانب من مغادرة الأردن إلا بعد التوقيع أو الحصول على توقيع صاحب العمل من على إخلاء طرف. هو في الواقع اسمه إخلاء طرف ولكنه قيد على العامل للمغادرة، وأصبح وسيلة ابتزاز ويمكن نوع من أنواع الابتزاز المقنن، ابتزاز بالقانون للأسف الشديد. يمكن زي ما حكى نضال قبل شوي كان فيه بالتقرير الحكومة العديد من القوانين، يمكن مجموعهم 24 قانون و8 مسودات لقوانين. طبعا زحمة كتير كتير رهيبة، بس أعتقد على بمجال التطبيق وكلنا من خلال شغلنا لاحظنا أنه ما في تطبيق، يعني أصبح عندنا بس قوانين فرحانين أوكي عندنا قانون كذا وقانون كذا وحق وغيره وغيره، بس للأسف الشديد على مجال التطبيق هذا مش موجود. فيما يتعلق بموضوع الاتجار بالبشر، موضوع تكرر كتير بالسنوات السابقة ومفترض يكون في حماية، لا يوجد لدينا أي نوع من أنواع حماية ضحايا الاتجار بالبشر زي دور إيواء زي إقامة مؤقتة زي الحق في العمل وغيره. موضوع العمل الجبري، العمال مش بس الأجانب بيتعرضوا للعمل الجبري، كمان العمال الأردنيين بيتعرضوا لعدد كبير لأنواع كثيرة من أنواع العمل الجبري. فئات كثير من العمال يمكن أخص بيهم بالذكر السكرتيرات بالذات يتم تشغيلهم بأجور متدنية. كمان الأخت نعمة حباشنا معنا يمكن هلأ فيما يتعلق بأبناء الأردنيات الذين لا يصح لهم العمل في الأردن إلا بعد الحصول على تصريح العمل. أحيانا يحصلون على فرص عمل لدى بعض أصحاب العمل ولكن بشروط مخزية تجعلهم فعلا فريسة للعمل الجبري، وللأسف الشديد لا يجرم العمل الجبري إلا إذا كان نتيجة اتجار بالبشر، ولكن إذا لم تتوافر عناصر جريمة الاتجار بالبشر بشكل كامل لا يجرم العمل الجبري. احنا كاتبين مجموعة من التوصيات وموجودة كلها بتقريرنا، وأعتقد كمان لضيق الوقت وعشان ما أخذ من وقتكم كتير ممكن تلاقوا التوصيات بتقريرنا، ويعطيكم ألف عافية. نقطة هامة جدا من الحريات وحقوق الإنسان ألا وهي حرية التنظيم النقابي، حيث تعاني الحركة العمالية الأردنية منذ السبعينات تهميشا كبيرا فلا دور اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي لها منذ صدور قرار التصنيف المهني في بداية السبعينات واختزال الحركة العمالية في 17 نقابة، تغيب عنها أي مظهر من مظاهر الديمقراطية والعمل الديمقراطي، وأيضا تفشي البطالة في سوق العمل الأردني، دخول مهن جديدة، تزايد زي ما تفضل زميلي الأستاذ أحمد عوض، تزايد الاحتجاجات بنسب كبيرة جدا وغير متوقعة، أدى إلى ظهور حراك عمالي جديد يطالب بتفعيل حرية التنظيم النقابي استنادا إلى الدستور الأردني مادة 16 ومادة 23، وأيضا استنادا إلى معايير ومواثيق العمل الدولية وخصوصا
اتفاقية 98 والعهدين الدوليين الأساسيين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأيضا إعلان المبادئ. وهذه المعايير الدولية وقعت من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وأصبحت من ضمن المنظومة التشريعية. فقامت حركة نقابية جديدة موازية لملء الفراغ ولخدمة الحركة العمالية والنهوض بها. هذه الحركة النقابية تتمثل في النقابات المستقلة التي تقدمت بالتسجيل إلى وزارة العمل واختار وزارة العمل أن هناك نقابات على أرض الواقع تمثل العمال، ولكن وزارة العمل ضربت بذلك عرض الحائط ولم تأخذ بهذه الحركات العمالية وبحرية التنظيم النقابي، مستندة إلى قانون العمل الذي هو في الأصل مخالف للدستور الأردني ومخالف لمعايير العمل الدولية. وهناك المادة 128 في الدستور تقول إذا القانون تعدى على جوهر حريات المواطن يكون قانون مخالف للدستور. وأيضا هذا قانون العمل طالب جلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية التي حلت سابقا بتعديل قانون العمل يتوافق مع الدستور ومواثيق العمل الدولية، وكذلك طالب مركز الوطن لحقوق الإنسان وطالب 61 نائب في المجلس النيابي السابق بضرورة أن يتم التعامل مع النقابات المستقلة ونقابات تحت التسجيل لحين تعديل قانون العمل. ولكن على أرض الواقع الآن العمال محرومين من حرية التنظيم، من حرية التجمع، ومن حقهم في التفاوض. فنرى الكثير من الاحتجاجات العمالية والإضرابات والاعتصامات التي تقوم على مطالب اجتماعية هامة جدا للعمال لا يتم الأخذ بها من قبل وزارة العمل ومن قبل الحكومة. فمن هنا ومن هذا المنبر ومن هذا من خلال هذا التقرير الدوري هناك توصية بضرورة تعديل قانون العمل وإعطاء أولوية لحرية التنظيم النقابي لكي يتمتع العمال باختيارهم بتأسيس نقاباتهم والانضمام إليها. وشكرا لكم. ابتداء لما بدأنا العمل على هذا التقرير تم مراجعة، كان الاتحاد كمان داخل في تحالف مدني أيضا لتقديم تقرير ظل خاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واللي تم من سنتين تقريبا مناقشته. من ذاك الوقت للأسف يعني أنا راجعت تقرير الظل وتقرير الحكومة والتوصيات اللي صدرت عن لجنة الاتفاقية وتعهدات الدولة الأردنية، من ذاك الوقت إلى الآن أو لعند إعداد تقرير تحالف إنسان لم نلمس تطور ملحوظ على قضايا حقوق النساء. فالتمييز هو عنوان لقضايا المرأة في الأردن. يعني حتى نكون من الإنصاف، خلال السنوات متعددة جرى هناك يعني عدد من الإيجابيات على صعيد حقوق النساء، ولكن لا زال الخلل قائم بمفهوم المواطنة للمرأة وبمفهوم المساواة للمرأة. الدولة الأردنية دائما لما كانت تقدم تقاريرها كانت تفسر المادة السادسة من الدستور إنه كلمة الأردنيون تعني الرجال والنساء، فبالتالي يجب على هذا الأساس إنه كافة التشريعات الأردنية إنها تتماشى مع مبدأ المساواة اللي نصت عليه المادة السادسة من الدستور، ولكن للأسف هذا ما انعكس على كافة التشريعات وكمان ما انعكس في نص الدستور. يعني رغم المطالبات النسوية والحقوقية المتكررة على إنه يتم إضافة كلمة الجنس للأسباب التمييز مثل العرق واللغة والدين ويضاف إلها الجنس، إلى أنه لم يتم إضافة هذه المسألة، وهذا نعتقد بأنه كان مقصود حتى لا يتم الاستفادة من أنه تستفيد المرأة لاحقا من تشريعات أخرى أن تساوي بينها وبين الرجل. على رأس التشريعات الأردنية التي لا زالت تميز ضد المرأة واللي هي قانون الجنسية الأردني مثل ما حضراتكم تعرفوا، واللي تم الحديث بشكل واضح عنه في تحالف إنسان، والمعاناة اللي بتعانيها المرأة الأردنية وعدم تمتعها بحقوق عديدة أيضا، يعني حقها في الحضانة أحيانا تخسر، وحقها في أنه أبنائها يكونوا موجودين، قانون الإقامة والأجانب اللي أيضا لا يتماشى أنه يمنح أبناء الأردنية أو زوجها الحق في الإقامة، زائد المسائل اللي تعرضت إلها الزميلة ليندا لما تحدثت عن الحق في العمل. هذا بيأشر أنه ما زلنا ننظر للمرأة بصفتها مواطن ناقص المواطنة. أيضا هناك تشريعات أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون الأحوال الشخصية رغم التعديلات الأخيرة اللي كان بعضها إيجابي
في القانون المؤقت سنة 2010، لكن ما زال هناك مجموعة من التشريعات تميز ضد النساء، تميز ضد المرأة في الحضانة إذا كانت متزوجة أو غير متزوجة، تميز ضد المرأة في موضوع المشاهدة والاستزارة أبنائها، تميز أيضا في حق حصولها على الطلاق، أيضا تميز يعني على سبيل المثال في الطلاق التعسفي، مش الطلاق التعسفي، الطلاق بسبب الشقاق والنزاع، إذا المرأة رفعت دعوى بسبب حالة شقاق ونزاع وأقر الحكمين أنه وضعها يستحق أنها تأخذ الحق بالطلاق، لا تمنح الحق في الطلاق إلا إذا أودعت في صندوق المحكمة المقدار اللي بيحددوه الحكمين قبل صدور حكم القاضي. لكن الرجل في ذات الحالة في حالة شقاق ونزاع لا يستفيد، يعني يطلق القاضي قبل أن حتى أن يدفع، ويصبح على المرأة أن تلاحقه، لا ينطبق عليه هذا الشرط. أيضا نلاحظ بأنه هناك في خلل بوجود المرأة في سوق العمل، يعني في 14% فقط وجود النساء في سوق العمل. القانون الدولة أو التقرير الحكومة اعترف ببعض الخلل اللي موجود، ولكنه أيضا بالغ في استعراضه لبعض المسائل، وأنا رح أنهي في هاي النقطة. استعرض بعض النقاط أو القوانين تحدث عنها بصفتها إيجابيات، مثل قانون الحماية من العنف الأسري، أو أنه قانون الأحوال الشخصية نص على صندوق تسليف النفقة وغيرها، وهذه يعني قانون الحماية من العنف الأسري لا يوجد له أنظمة تضعه موضع التنفيذ منذ سنوات، فبالتالي لا نستطيع أن نستند إليه. قانون نظام صندوق النفقة لا زال نظام في الأدراج ولم تقره الحكومة بعد. إذن هناك العديد من القضايا، أهمها أيضا رفع التحفظات على الاتفاقيات الدولية، هذه يعني بشكل أساسي يعني بعض المسائل اللي تم الإشارة إليها، وممكن تطلعوا عليها تفصيلا في التقرير. وشكرا لكم.